وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعه اتخاذ اجراءات تخصيص وتسليم وحدات ار 3 للموظفين المنتقلين للعاصمه الاداريه تحفيزا لهم على الاستمرار وكفاءه العمل والاداء. هذا وكلف مدبولي الجهاز المركزي للتنظيم والاداره بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص وأعرب مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال خمسين ألف موظف الى المقار الجديد لمؤسسات الدوله بالحي الحكومي دون ان يضار موظف لافتا الى الانتهاء من تسكين المرحله الاولى لاسكان الموظفين بواقع ما يقرب من عشره الاف وحده سكنيه